جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال من المستمع علي فلاح علي يسأل ويقول: ذهبنا للعمرة في شهر رمضان وحصل لزوجتي قيء إجباري عليها ولم تفطر، هل صيامها جائز أم لا بد أن تقضي؟ جزاكم الله خيرا. الصائم إذا غلبه القيء وخرج بغير اختياره فإنه لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره، فصيامك صحيح والحمد لله، أو صيام من حصل له ذلك صيام صحيح لأنه بغير اختياره.